انه اغلب الموجودين مش عارفين الفيلم. كائن فضائي ينزل الى الارض، شفتوا شكله؟ او العفو راح نشوف شكله، شكل مميز او شكل قصير معين، لكن انتم ممكن تصفوا لي واحد من كائنات الفضاء. هسه انت شو اسمك؟ عيني شاهد، انت قلتي اتوقع، ممكن حسب توقعك وخيالك توصفي لي واحد من هاي الكائنات اللي تعيش؟ شو تتخيلي شلون شكلها يكون؟ يعني يشبه الانسان؟ لا شلون يكون شكلها؟ يعني توصفي لي اياه، طويل مثلا، قصير، سنين، راسه شلون يكون، عيونه شلون تكون؟ يعني ما يشبهنا. ما يشبهنا؟ اذا نعم. بعد؟ نعم. كنت تصرفاته غير تصرفات الإنسان. يعني شلون؟ وأعماله. يعني شلون مثلاً؟ يعني من أعمال شلون يعني الواحد يطور قوته هاي. هذا تقريباً مثل الفيلم اللي راح نشوفه. إذا أصدقائنا خلينا نشوف فيلم اليوم. خلينا نشوف فيلم اليوم اللي بعنوان إيتي. نشوفه مع بعضنا. طبعاً قسم من أصدقائنا شايفين الفيلم، بس القسم الآخر ما شايفيه. فندعوكم أن نشاهد الفيلم ونرجع مرة ثانية ونأكد هل هناك كائنات حية تعيش في كواكب غير كوكب الأرض، أم هذه أشياء خيالية وقصص غير واقعية. تفضلوا أصدقائنا شاهدوا الفيلم ونعودكم. شكراً أصدقائنا، تأثرتوا بالنهاية. تمام؟ شلون كانت نهاية الفيلم؟ يعني كلش حلو. قهرتوا؟ ليش انقهرتوا؟ زين ليش انقهرتوا؟ أريد أعرف. لأنه هو الكاهر الفيلم من أشكير لي من يخلص الكاهر كله. لأن إيتي يقول له تعال وياي، وآليوت يقول له لا أنت أبقى. لكن أصدقائي في كل الأحوال هسه أريد أقوله، بعد ما شفنا الفيلم وقسم منكم قبل المشاهد الفيلم قال أكو إنسان يعيش بعيد عن كوكب الأرض في كواكب أخرى، وقسم قال لا ماكو. بعد ما شفنا الفيلم وشفنا إيتي وشون إجا بالمركبة الفضائية إلى الأرض وآليوت ساعده، وعرفنا أنه هذا الكائن الفضائي إلى قوة خارقة، مو تمام؟ زين القوة الخارقة اللي سواها شنو سوى؟ سوى؟ نعم. شنو طلع بصبعة الضوء؟ القوة اللي كانت في إشعاع من الأصبع كان بعد. نعم. الدراجة الهوائية الدراجة الهوائية بقوته خلاها تطير بعد. نعم. ليش يعني؟ لا ليش شفناها في شغلات خارقة بهذا الكائن الفضائي؟ كان أبيض. القلب احمر يشم هالشكل ينبض بعد الاصبع. نعم. من انجرح اليوت من انجرح اليوت وطلع دم من ايده سوت له. نعم نعم اي نعم. كان يطلع ضوء طلع ضوء من انجرح اليوت سوى له هو هذا الكائن. خلى اصبعه عافيه خلى اصبعه على اصبع اليوت المجروح وش اسمه والكرات ايضا قامت بدت تطير الكرات اللي حتى يشكل كانه الكواكب المجره. زين اصدقائنا بعد قلنا بعد ما شفنا الفيلم هل الكائنات الحيه موجوده او العفو كائنات حيه موجوده تعيش في كواكب اخرى؟ لا زلتوا تاكدون بوجودها وعدم وجودها؟ نعم موجوده. يعني موجوده؟ نعم. في كواكب اخرى وتعيش؟ نعم. بعد نعم نعم. لا ما موجوده. انت مصر انه هي ما موجوده؟ على كل اصدقائي على كل لحد الان ما معروف ان كانت موجوده او لا، والعلماء لا زالوا يدرسون ويجتهدون حتى يعرفون وياكدون انه هل على الكواكب الاخرى موجود كائنات حيه ام لا. وهاي ان شاء الله خليها للمستقبل حتى نعرف احنا بعدين عن هذا الموضوع. نرجع الى قصه الفيلم الى اليوت وإيتي. نعم نور. هذا ليش لبسر الطلبة أو الزبا قام يكتر بالشارع؟ لبس أولا هو إيتي ذكي، كان كائن من كوكب فضاء ثاني من غير كوكب، كلش كان ذكي، فراد يتصل بأهله، راد يرجع لأهله. شلون؟ جمع مثل ما شفتوا بالبيت، سوى الحاسبة فتحها، أكو أجهزة كهربائية أجهزة إلكترونية فتحها وشكلها ركبها سوى في الجهاز ممكن يتصل بيه بأهله. نعم. ليش اليوت خفى عن يعني ما قللها الأم أنا عندي دمية صغيرة؟ هو بالبداية راد يقولهم انتبهتوا لو لا؟ قالهم أكو فد كائن حي أنا شفته. قاموا يضحكون عليه ولا ذيب ولا أخي يقول له بابا ولا أخ ما أعرف إيش خطية ضحكوا عليه. فإليوت لما شاف ماكو فائدة قال يلا خلي أضم السر، لكن بالتدريج بدأ قال لأخوه كبير وبعدين قال لأخته. بعد نعم
بس مساء الخير. ليش الولد من بعد يروح؟ ليش الحيوان رائد عم يبكي عليه؟ خلي ما نسميه حيوان، نسميه كائن حي اسمه ايتي، او نسميه ايتي. قام يبكي عليه اليوت. انت من عندك صديقه كلش تحبيها وتلعبين وياها وتريد تسافر وتودعيها، تنقهرين لما تنقهرين انت؟ إيه اكيد اكيد. اليوت هم ينقهر لما ايتي راح يروح من عنده، ومكان بعيد كلش، ويمكن نهائيا بعد ما يلتقي به. نعم. لماذا احاطوا البيت؟ أحاطوا البيت. شوفوا أصدقائنا، المن كائن يجي من مكان ثاني، من كوكب ثاني، طبعا تخاف السلطات، بالتأكيد تخاف، ليكون هذا مثلا عدائي وحش، ممكن ينقل الأمراض إلى البشر في سكان الكرة الأرضية، فيخافون يجون رأسا يحوطون البيت حتى يحصرون يروح بغير مكان. بعد أن يسوون الدراسات إن شافوا كل شيء ما بيه اعتياد يطلقوه، لكن إذا كان يذي البشر فبالتأكيد بالبداية يحاصروه ويعرفون شنو هو هذا. بعد نعم نعم نعم. ست ليش هاي هي المرأة من شافتها؟ هي المرأة من شافت هو ايتي. ليش من هاي قام اخذتها على الهزمت؟ اكيد الثاني قلت قبل شوية، هو فت كائن غريب جاي من غير كوكب، يمكن يكون وحش، تمام، يمكن يأذيهم، يقتلهم، يجيب لهم الأمراض، تمام، ينقلهم أمراض، فهي تخاف على ولدها، فرسم من شافته أخذت أولادها وابتعدت عنهم. نعم، شو سؤالك؟ عليات ليش خلى المحرم على الضوء؟ شوفي، الإنسان لما يتمرض شو يصير بيه؟ طبعا ترتفع درجة حرارته. وراح أسألك آني سؤال، فآليوت كان ماما مو مريض، لكن المصباح الكهربائي، انت شو اسمك عيني؟ محمد. المصباح الكهربائي لما تلزمه انت شلون يكون؟ يكون يعني شويه حار. فاليوت لما خلى المحرار على المصباح الكهربائي ايش كان يريد؟ كان يريد ان يتصل باهله. لا، اليوت شو اسمه اقصد بيه، اليوت الطفل ايش راد يسوي؟ راد يرفع درجة المحرار بحرارة المصباح، مو تمام؟ ليش؟ حتى يريد يقول للأم ما أنا مريض اليوم ما أروح للمدرسة. طبعا هي هذا عذر ما مقبول نهائيا ومو حلو من اليوت، لكن كان إلا شيء من العذر، وإحنا نسامحه به لأن راد يبقى ويا إيتي ويساعده. أشكركم أصدقائي، نشكر ضيوفنا لحلقة اليوم، ونشكر مصوري حلقة اليوم وليد خالد ومحمد عبد الحافظ، وإلى اللقاء.